Wanna keep you drunk. Wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk. Wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you deep. Wanna keep you deep, to keep you deep. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم مريم أمين. أتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم نقدم لكم طرطة بالفراولة أو الفريز. قبل ما نبدأ بالمكونات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. يلا نبدأ بمكونات العجين مرمل. 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبدة، قبسة ملح، بيضة، معلقة ديال السنيدة، الكريمة، نص لتر ديال الحليب، جوج معالق ديال كريم باتيسيغ، ربعة المعالق ديال السكر سنيدة. للتزيين كيلو ديال الفريز وجوج معالق ديال ناباج. يلا نبدا بطريقة التحضير. غنضيف الدقيق اللي غربلته، غنضيف قبصة ديال الملح، غنضيف معلقة ديال السنيدة والزبدة. غنبداو نبسبسو هكا بالاطراف ديال الاصابع ديالنا، ندخلو الدقيق مع الزبدة ومع السكر والملح حتى يتبسبس لينا مزيان الدقيق. دابا ملي تبسبس ليا العجين غنخليه يرتاح واحد لمدة 4 دقائق، غنضيف ليه البيضة. دابا ملي يرتاح ليا العجين مدة 4 دقائق غنضيف عليه البيضة. ونحرك بالزربة باش يتجمع ليا العجين. دابا نورق العجين ديالي. ناخذ هاد المول ديال الطرطة ونسرح فيه العجين ديالي مزيان حتى ياخذ الشكل ديال القالب. دابا ملي سرحت العجينه ديالي غنثقبها مزيان. ثقبها مزيان باش ما تنفخش. غندخلها الفران على درجة حرارة 190 لمدة 20 دقائق. وهو عجين ديال الطرطة ديالي خرجته من الفران. غنحتفظ به جانبا وغنوجد معكم الكريمة. ندير 4 المعالق ديال السكر سنيدة وجوج معالق ديال كريمة ديال الحلويات كريم باتيسير. غنفرغ الحليب ونحرك تدريجيا باش يتحرك كل باش ما يتكتلش ليا الكريم.
حطوا على النار حتى يطيب ليه. هنخلي الكريمة ديالنا فوق النار لمدة 3 دقائق مع التحريك المستمر. هيا وجدات لي الكريمة ديالي، هنخليها تبرد شوية عاد نفرغها فوق عجين الطرطة. ودابا غنفرغ الكريمة ديالي. خليها تبرد شوية ونوجد معكم الفريز. دابا نقطع الفريز الى نصفين على هذا الشكل. هنكمل التقطاع ونرجع معاكم. دابا غنبدا نزين في بياض الفريز ديالي. دابا غندهن الفريز ديالي بالناباج. وهو الشكل النهائي ديال الطرطة ديالي ديال الفراولة، كتجي في غاية الروعة شكلا ومذاقا، خاصة تبقى في الثلاجة تتبرد مزيان لنقطعوها ونقدموها للضيوف ديالنا. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. ما بقى لي نقول لكم بسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا على المشاهدة.